او انا عن بطنك انا يعني والله دريت ما تصيح هناك خلي نطير متعب متعب يا ولد ها متعب متعب ها متعب متعب انا تاكل دبانه هي كلتها كلتها الارنب الصغير يا جماعه يو مالش بسم الله اهدي روقي تعالي هاته الارنب الصغير يا جماعه جوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير مشاهدين الكرام في فقرتكم وفقرتنا خذ العلم وهات العلم وهاك العلم. الليلة ليلة مميزة استثنائية بوجود ضيف غالي على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني وعلى كل الأصعدة. اليوم أرحب نقادنا وبكم وبعاد الهيف. مرحبا يا عادل. الله يرحب بك أبو يا سلطان. اول شيء صباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين، كذلك على اخواني ابو حمود وابو عنزي، وكذلك على ابو مناح الجميل جدا. انا اليوم جاي جنبه عشان اختبر عندي السمع، عندي مشكله الاذن الوسطى. نعم الاذن الوسطى راح يوصل الاذن. نعم ان شاء الله. يمكن الظاهر هذا اول حلقه انا اجي معكم. نعم مما والله يشرفني، مبدعين ومتالقين وانتم ما تحتاجون شهادتي. اتوقع ان ما شاء الله تبارك الله صدى عملكم واضح امام الجمهور، جمهور الشاشه او حتى كذلك من يتابعنا دائما من خلف رابط البث المباشر باليوتيوب. وصلنا اليوم اتوقع مراجل 80. يعني مضى 80 يوم. اذا كان فيه نجاح للبرنامج يمكن هذه كلمه انتم ما كنتوا تنتظرونها مني، ولا حتى يعني على قولتهم انكم تحتاجونها مني. انتم اكبر من المقال الامانه. اذا كان في نجاح للبرنامج هذا فجزء من هذا النجاح يحسب لكم انتم. لك تتخيل ان المقدمين الزملاء يجون، اللي يجي حلقه حلقتين ثلاث، انتم يوميا تقريبا هنا ما عدا الجمعه والسبت، وفي حلقات متاخره واحيانا تبدون بعد الساعه واحدة، ممكن بعضكم مرتبط باعمال ثانيه، فانتم قاعدين تضحون كنقاد وكمقدم نقد باشياء يمكن ما هي واضحه للجمهور. صحيح. ولا هو بحاجه حتى ولا هو بالجمهور في حاجه انه مثلا يعرف ايش التضحيات اللي قاعدين تضحونها.
لكن احنا قريبين منكم نعرف الشيء هذا. شكرا لكم للأمانة جميعا، ويعني يا رب ان التضحيات هذه تلقى قبول عند المتسابقين، لان انا ارى عكس ذلك. الله يبيض وجهك على الكلام الطيب. مرحبا ابو مناحي، صباح الخير. مرحبا يا ابو فرح، الله يسعد صباحك. ونرحب بالاستاذ الاعلامي النجم المبدع، كان قبل سنه قدوه هنا في الاعلام، واليوم زميل، ويسعدني والله ويشرفني اني اظهر معه عبر فقره خذ العلم، وكان من ابطالها كناقد في البرامج السابقه، الا وهو الاستاذ عادل بن هيف. الاشاده منه والكلمه منه والله تضيف لنا الشيء الكثير. يعني انا قبل سنه كنت طالب وهو المعلم، واليوم انت المعلم والطالب، جنب المعلم. ولكن يا اخوان قل انت المعلم والطالب. لا ولكن يا الربع، والله يا الربع مهما تقدمت في النجاحات والاستمرار، ولكن هذا يدل على ابو هيف والزملاء اللي كانوا من قبل من طاقم العمل. النجاحات هذه مستمره من امداداتهم، هم اللي كانوا يمدوننا، هم اللي كانوا يوجهوننا، هم اللي كانوا ينصحونا. فيشكر ابو هيف على الامور هذه كلها، يرحم والديك ابو هيف، ويحبه ويشرفه ويشرفنا والله ظهوره معنا. الله يرضى عليك. الظهر باقي خمس دقائق تنتهي الحلقه. يستاهل والله ابو هيف. ابو هيف من الاشخاص اللي اسسوا هذه الفقره في قوتها وفي هيبتها وفي جمالها. حنا بدأنا حيث انتهى الآخرون. أبو حمود صباح الخير. يا مرحبا أبو فرح، صباح الخير أنت وإخواني النقاد أبو عنزي وأبو مناحي، وحيا الله الضيف أبو نايف اللي حضر الليلة لأجل أن يبرر موقفه في البرايم. والله لو حضر وحضر معه 40 لن يستطيع التبرير. الله يحييه على كل حال، ضيفا عزيز، إشادته بحق فقرة خذ العلم يعني شيء معروف واتفق عليه الجميع، يعني ما أشوف شيء غريب. الله يبيض وجهك. أبو عنزي صباح الخير. صبحك الله بالخير أبو فرح. أول شيء أرحب بالزميل والصديق الإعلامي القدير عادل بن هيف، مرحبا به ومسهلا، يعني اليوم سعيدين بتواجده معنا. عادل يضيف للمكان اللي يحضر فيه، وعادل اسم على مسمى أينما وجد. عاد زملاء انتم، نسخة وزملاء مقدمين وزملاء في برنامج قادم، وحنا يعني على ان شاء الله باذن الله يعني على مشارف برنامج كاريزما 2. واصبح عليك ابو فرح وعلى زملاء النقاد ابو حمود وابو مناحي كذلك، واصبح على السادة المشاهدين، صباحكم الله بالخير جميعا. دائما احنا نبدا في يوم الاسبوع، احنا اخر الاسبوع الان، نعتبر اخر اسبوع. اخر الاسبوع يعني نادرا احنا نبدا بالبرايم يوم أربعاء، خلاص احنا نتأهب انه نقول مين اللي بيطلع، صح؟ مو هو بالحنا نيجي يوم الأربعاء ونقول اعطونا البرايم. صحيح. عادل حدثني عن البرايم الماضي. يا عادل اول شيء بصحح معلومة مغلوطة للأسف، واعتقد ان الناقد الفاضل العزيز صالح المكسر يعني اعتمد انه يذكر هذه المعلومة وهو يعلم انها معلومة خاطئة، يعتقد اني انا اتيت هنا لأبرر. لا لا لا، وانا ما كنت ابرر، وانا متسابق، ما بالك اني ابرر بعد 10 مرات. لا ترى للمعلومية، ترى عادل 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 جانا اليوم، عادل ما كان بيجي اصلا، احنا قابلناه طلبناه قلنا اليوم. لا 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 صراحة الصدق شوف كرما منك تقول طلبناه، لكن انا الصراحة اللي اثرت قلت ودي اني اجي معكم للامانة. طيب وحنا مستمتعين عشان اتعلم من اخوي سلطان، واتعلم من اخوي نافع، وكذلك اتعلم من اخوي محمد، ولا بأس اني اتعلم من اخوي صالح. والله ان كانك بتتعلم مني انا فانا مثل اللي يجلب التمر الحسا. الله يرضى عليك ويرحم والديك، طيب منك والله يا ابو مناحي. فاليوم انا والله صراحة مش القصة قصة تبرير، لكن لا 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 أنا شفت الأمانة محوركم يوم الأحد، أتوقع كان يوم الأحد، عن قصة البرايم. شوف أنا مؤمن إيمان قطعي أن المتسابق إذا شفتني طولت وقفني يا سلطان، تمام؟ لا خذ راحتك، إحنا اليوم كلنا لك. أنا مؤمن إيمان قطعي بأن المتسابق ممكن لا يعلم عن البرامج الواقعية مهما كان متابع إلا شيء قليل، قياسا بالشخص اللي خاضها وقدم فيها كمقدم. لذلك دائما أخطاء المتسابقين تقبل من جهة المقدمين. في كلمة قالها نايف الأكلوبي أو واحد من الشباب أمس تابع حلقتكم، قال أنا ما عاتب المتسابق على خطأه، أنا عاتب المقدم إذا ما كان عنده كنترول. وهذا الصح، وهذا الصح. في البرايم في مقطع
للأسف أنه ما طلع على الشاشة. للأخ اللي أتمنى له التوفيق حمد المهان اللي أنا أحبه جدا ويعلم الشيء هذا. حمد المهان السؤال الأول تعمد أنه ما يجاوب، السؤال الثاني تعمد أنه ما يجاوب، السؤال الثالث والرابع بضغط من زملائه راح للهاشتاج ولا جات الإجابات. تمام؟ اختلافي مع صالح المكسر يقول حق المتسابق أنه ما يجاوب. أنا أتفق معك يا صالح، فعليا حق المتسابق أنه ما يجاوب، أنا ما أجبرك أنك تجاوب صحيح، ولكن حقي أنا كمقدم في حاجتين، أنك ما تستهتر بالبرايم مثل ما صار في الجولة الخامسة آخر 10 ثواني أو 11 ثانية بإمكان المشاهدين يرجعون لها صوت الثواني طن طن، كان حمد يقول كذا مع كل نغمة، هذا استهتار مرة استهتار بالفقرة، بعيد عن قد استهتار بالفقرة واستهتار بالبرنامج، مع انها ترى الفقره انا قلتها الاكثر حزنا وفرحا، اجيك العلم عشان كذا الفقره هذه خذ العلم صح. خذ العلم يا صالح، اذا كان للمتسابق حق في انه يمتنع عن الاجابه فللمقدم حق انه يذكر المغادر دون الرجوع للخمسه العائدين صح. لو ما ذكرت الاعلى في مرحله الفزعه لك الحق ان تعاتبني كناقد كجمهور، لو ما ذكرت الاقل في مرحله الفزعه لك ان تناقشني كجمهور هي. لانها اليه فقره، لكن ذكر العائدين ترى ما هي بقرآن منزل في البرايمات، يعني مو بعشان البرامج الواقعية من أول ما طلعت كانوا يرجعون الخامس والرابع والثالث إن حنا نرجحهم، لا عادي أنا بعكس الحدث وبعلن عن مغادرة المتسابق دون إني أرجع لا خامس ولا رابع ولا ثالث، هذا حقي كذلك مقدم. طيب أبو نايف، يمكن يكون حمد المهان هو اللي رسم أحداث البرايم اللي حصلت بتصرفاته، يعني انا ما ادري وش اللي بينها، اجبرك على سيناريو معين. انتوا كنقاد تدرون وش اللي يمكن بينه وبين النسخه وليش طلع او ليش اللي تضح لي انه هو يعني هو اللي راغب في حقيقه في انه يمشي، هذا اللي واضح لي راغب الحقيقه انه يمشي، لكن بتجي متاكد هو من خلال يعني تصرفاته انه كان يبغى ومخطط وناوي انه يطلع، واتوقع انه حتى كاداء اسبوع هذاك ما كان اداءه كويس، فهو يعني كان خايف اني انا ممكن ما اجاوب على الفقرات تمام وممكن اخذ الاعلى في مرحله الفزعه وتكون نقاط الريالتي عاليه عندي فارجع كذا، انا ما استفدت شيء، خسرت شكلي في البرايم ورجعت للقريه، لكن اتوقع حسب الكلام الاخوان في الاعداد ان حتى اداءه في الاسبوع ما كان نقاط الريالتي عنده عاليه جدا، فهو اراد انه يكمل قصته، لكن بتصنع حدث ما عندي مشكله، اصنع حدث بس ما تستفيد انت كمتسابق بالحالك والفقره ما تستفيد، لا كمقدم فقره في حدث ممكن يصنع منك نجم انا ما عندي مشكله ابى اصنع لك صدقني، لكن بالمقابل لابد ان الفقره يكون لها نصيب، نصيب كذلك من 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 هذا الحدث، لكن طيب. تجي تبي تسوي حدث على الفقره انا انهي لك الحدث انهي لك اياه ما عندي اي مشكله شربت ميه والله. وهذا اللي خلانا نعاتبك يا ابو نايف ان حمد المهان كان ابسط حق من حقوقه انه في اخر ثواني على الستيج طال عمرك انه يبلغ رساله للجمهور او المحبين او المتسابقين اولا، ثانيا انت كما تفضلت قلت اخر 11 ثانيه من الجوله الخامسه ما هي الا دليل انه هو قناعه منه انه هو المودع فاتركه يودع بطريقته طال عمرك. شوف من وضع سياسه الخمس ثواني او اللحظات الاخيره او الرساله الاخيره هو انت ومن سبقوك في البرايمات، انتم وضعتم اللحظات الاخيره للمتسابق لها الحق، فلا تعطون الحق لجميع المتسابقين وتسحبه من حمد المهان بمجرد انه بطريقه او باخرى ما جاوب، انت سلبت هذا الحق لان حمد المهان ما جاوب، هل تعاقبه؟ الست انت معلم حمد المهان الذي وجب عليك ان تدرسه ما عليه ان يفعل في اللحظات الحرجه ليس ان تكسر الحطب في يديه؟ انت كسرت الحطب في يديه وقلت له يا اخوي خذ شنطتك توكل على الله. انا ما انتصرت لشخصي، انا انتصرت للفقره. صح؟ انا ما انتصرت لشخصي، انا اشوف انك انتصرت لشخصي قبل الفقره. لا لا انا انتصرت للفقره، انا ما انتصرت لشخصي، انتصرت للفقره، هذا اول شيء. ثاني شيء بالنسبه لي ارجع اقول اذا كان حق للمتسابق انه ما يجيب على الاسئله كذلك حق لمقدم البرايم انه يعلن عن المغادر. انت عندك مشكله مع كلامه الشباب عادي بعد ما يغطون الزملاء الكواليس تمام يطلعون الشباب الهنجر ويتكلم لهم كلمه قبل لا يمشي، وعنده فقره محمد المفرح يقدر يتكلم المتسابق يعني ما هو عنده الساعه 6:30 بث في جواله عادي. وعنده الساعه 6 انت يا ابو نايف يعني جزاك الله خير، يمكن النقطه هذه غايبه عنك، ترى يعني تطوع منك وجمال من روحك الحسنه، انت تركت مجال لحمد المهان ان يكون موجود في سيفيك، انت بكل قناعه قلت حمد المهان تفضل تواجد في سيفي،
عندما احد يسالك في يوم من الايام ما هي اسرع لحظه اعلنت فيها عن مغادر بتقول في حمد المهان؟ مما يشرفني شوف مما يشرفني سواء حمد المهان اي بس احيانا يكون السي في سيء اللي يتم يعني قصدك لا 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 سيء لا شوف شوف مما يشرفني انا اقول لا لا انا اقول احيانا عشان ممكن ما ابي اطول انا في الشو ممكن لهم دخلات ومما يشرفني سواء حمد المهان او اي احد من نسخه مراجل انه يدخل في السي في عادل بنيه بالعكس هذا الشيء يزودني انا بالعكس طيب سؤال بس في للنسخة حنا نقاط انا احس اني رسمي يا عيال كذا لا, لا 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 جالس كذا احس اني رسمي خذ راحتك مكان مكانك حنا نقاط 80 يوم حنا عارفين البيرو غطاها بس حنا نبي نسألك كمشاهد انت مقدم الان حنا نسألك كمشاهد للمتسابقين انت جيت في فقراتك في احد الأسئلة انا ما ادري هل مستمروا في نفس استمروا بنفس الآلية طيلة الوقت او انه كلهم أنت كنت تسألهم يضحكون ثلاثة والثلاثة الثانيين يضحكون لدرجة إن كانت قلت حنا نبغى ما مقري فيه أو إيه كيف تشوف هذا التصرف ينم عن إيش أو 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 أنت حكم لي على المشهد ما أدري أنا شوف أنا عبد الرحمن الفهري عبد الرحمن صح عادي يمكن ما عرفني طبيعي جدا جديد وكذا ودقوا عليه دق عليه أبو عيسى قال وينك قال خذ شنطتك وتعال طالعين مصر لا انت راجع للقريه فهمت ما ادري وين رايح اصلا فهمت على ودع لكن السلطان هو اللي صدمني انا ما اعرفه كيف ما تعرف لك بالسلطان قال لا انا اعرف ابو بعنزي طيب ما في كاشه تطلع صدق ما في كاشه تطلع لا 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 هم ما يحتاج جولاتهم اي يعني هم يشوفون الشاشه اول واحد لا طلعت بدا نايف الاكلبي يرحب يطلع نايف الاكلبي فهمت علي فهذا اللي خلاني اضحك لا واكثر من مره انا اقول نايف الاكلبي يعني ها لا هذا اللي مره انا يعني اعرف بالزملاء النقاد فلان 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 يعني اكثر يعني كاشه وسلطان اسمي قاعد يتكلم وكله يعني نكتب والله ما انت عادل نايف الاكلبي شوف نايف الاكلبي هو اللي ممكن يفيدنا يعني ليش قال ما اعرف هل بينه وبين نايف الاكلبي حزازيات لا قدر الله نعم سلطان نايف الاكلبي يعني يقف دائما بجانب متسابق واحد من متسابقين مراجل فقط ويظهر دائما شأنه ويظهر تواجده فقط ممكن نايف يتكلم ابو عنزي معليش لا 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 عندك هالمرة والله انا كنت انتظر يعطيكم وجهة نظر كنت ابغى يتكلم بابو سم ابو عنزي سم والله يا اخي شف ابو دغيم انا اقول يعني هو احد امرين يعني هو كان في البرايم وكان متوتر ويمكن يعرف نايف الأكلبي فعلا لكن الاسم يعني اللي ظهر على الشاشة جاء في باله انه شخص ثاني لان السؤال ما جاء في باله ان السؤال او بيت الشعر اللي امامه بيصير النايف الأكلبي الشاعر الناقد اللي موجود عندنا في الفقرة فجاء في باله نايف الأكلبي شخص ثاني ممكن صح هذا الشيء الاول انا متأكد ان هذه جت في باله ما يعني ما جاء في باله 1% انها انا فبعد ما يعني احرجه ابو نايف قال له انا اعرف ابو عنزي انا اشوف ان الـ 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 يعني الاسم الاعلامي نايف الاكلبي اكثر من انه ابو عنزي يعني دائما نايف الاكلبي نايف الاكلبي نايف اكثر من ابو عنزي في فقرتنا بس لا ممكن ما ذكر انه يعرف نايف الناقد بس ما اعرفه الشاعر فهمت علي اتوقع نايف الاكلبي ايوه هذا هو فهذا يعني التحليل اللي الاقرب له ولا بالنسبه لابو دغيم بالعكس ما بيني بينه الا الاحترام وال التقدير سواء يعني عرف اسمي او ما عرف اسمي وفيك زعتر هذا شيء يعني لا يزودني ولا ينقصني وهو كذا ولا يهمني لا يزوده ولا ينقصه لكنها يعني مرت نايف جالس يعطينا اليوم باصات عشان بس معنا مره بيمشي لا يقول لا يزودني ولا يعني ما يهمني انت يا سلطان عرفت ما عرفت ما يهمني هذا شيء لك خاص صح طيب انا اليوم اعطي عادل حيات العادل بن هيف يتكلمون عنك وجهات نظرك يتكلمون ويعطون وجهات نظري وبالنسبة لأبو حمود وأبو يعرفون حتى اللي في خاطري طيب عشان كذا أنا راح أبدأ أول محور معك أنت لا أنا بمشي راح نستعرض لا 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 أبد هالمرة بس راح نستعرض مقطع فؤاد ومتعب والعليان يعطوني مقطعهم نبي نبدأ مع أبو عنزي عشان الشباب يلا يا ابو يا مشعل معنا اي مقطع فؤاد ومتعب والعلياني انت اذا اعطيته ابو عنزي تراها بينهي خلاص لا تعطيني بعد لا لا لازم نعطيه عشان لا تعطيني بعد هو ينهي ولا تنهونها انتم بتنهون ابو عنزي نفسه
جاهز المقطع يا مشعل؟ تبعيات واجد عشان اقدر ما اقدر اشرب. اوكي بالله كم واحد حاول يقول صلوا على النبي صلوا على النبي، احنا كل شيء واحد يعني ايش بنريحكم فيه. ولا حد يخش معنا. كم بالله كم واحد حاول يقول صلوا على النبي صلوا على النبي، احنا كل شيء واحد يعني ايش بنريحكم فيه. ولا حد يخش معنا. كم بالله كم واحد حاول يقول صلوا على النبي صلوا على النبي، احنا كل شيء واحد يعني ايش بنريحكم فيه. دخلنا فؤاد ومتعب يا ابو عنزي والعليان يقولون الجروب هذا ريال مدريد ما حد ينضم له الا ثلاثه بس اللي هم فؤاد ومتعب والعليان. والله ما يبون احد قالوها كذا والله حتى لو انا متاخره بس قالوها. انت تقول ما يبون احد؟ هم قالوا ما نبي احد. هم دارين اصلا ما حد يبيهم. يعني هو يقول ولا واحد، يعني هم دارين اصلا انه مو بجايهم ولا واحد، يعني ولا واحد من المتسابقين بيحاول ان ينضم للجروب ذا. يعني تخيل فؤاد، عبد الله العلياني، متعب، يعني نوعا ما نقدر نقول انه بيري حالي نقدر نقول انه حسنه الجروب. ايوه لكن فؤاد عبد الله العلياني، انا لو اني متسابق وفؤاد عبد الله العلياني في جروب يعني يجلسون في زاويه يمكن يجلسون في الزاويه الثانيه. انا لهالدرجه شيخ حتى جروب واتساب والله اشيل اخر حال الظهور ما احطه اخر حال الظهور. شوف طيب خلونا نتكلم يعني من منطلق جدي. اول شيء هم يرسمون يعني جروب خاص فيهم، يرسمون يعني سيناريوهات معينه ويتحزبون ولا يتحايدون شيء، يعني هذا شأنهم وديدا يعني جميع البرامج الواقعيه. يعني زينا احنا في النقد ما قلنا لا احنا الاربعه جبنا عادل بن هيثم صح عادي صح الله لا يوفق ذا اليوم اللي جيتكم يطلعونا من عيط. يعني وش ذا الجروب اللي ما يبغون احد يدخل فيه؟ وش الجروب اللي يعني اللي واصل لنجوم السماء؟ وش الجروب؟ وش حسنات الجروب؟ وش مميزات الجروب؟ وش اللي سواه الجروب من نجاحات مبهرة على الشاشة علشان انه يعني يتكلم باللفظ هذا ويعني وكأنه يعني فيه نوع من التعالي شوي. ولا واحد كذا، وزي ما قلت هم دارين انه اصلا مو بجايهم ولا واحد. انا ما نقدت الا على واحد بس انه جالس ساكت، متعب بالرقعة مو في حاجتهم. يا متعب ترى ما انت في حاجتهم يا اخي. انا كنت امدح واقول متعب طلع لحاله ومتعب مشى لحاله ومتعب جالس ينجح لحاله، وفي الاخير القى الشباب ذولا انا ادري انهم جوك وغصبوك وانت حاولت لكنك اثرت على نفسك وانضميت، مع انك ما تكلمت ولا قلت اني في الجروب ذا، لكن اللي قاعد يتكلم فؤاد وعبد الله العلياني قاعد يعزز الفؤاد وانت ساكت. يا اخي سوي مثل عبد الله عبد الرحمن، سألنا قلنا أنت مع الجروب؟ قال لا، أطلع يا متعب بالرقعان وقول أنا مالي في الجروب. خل عبد الله العلياني وفؤاد يأخذوا لهم قدرتين يدقون لها عرضة وتعرض أنت وعبد الله عبد الرحمن وشلوا الليلة وخلاص انتهينا. لأن هو يقول ما يدخل ثلاثة، لأن أنا أشوف الثلاثة ذولا النجاحات اللي سواها الفترة الأخيرة هالعرضة. أنا والله مستانس صار ومستمتع، لكن نبغى شيء ثاني يا أخي، نبغى قصيدة، نبغى عبد الله العلياني عرض زين، اقل شيء جيبوا العرضه زينه يا اخي، جيبوا العرضه على وصولها. والله يا جماعه يعني اللي قاعد يصير لا، وهم انجحوا تبودنا ما هو النجاحات هذه. ابو مناحي والله شوف طال عمرك كم من طرف الجروب هذا، نرجع الى مراجل واحد متعب اساس في الجروب اللي دخيل العلياني. لو رجعنا هو الرقم الشاغر اللي تغير ذا لان متعب الرقعان دخوليته كانت مع فؤاد عبد الله ومع عبد الله عبد الرحمن بداية البرنامج. عبد الله عبد الرحمن يعني تحمل تصبر، شاف ما فيه مهنية، شاف ما فيه نتائج مبرع يعني قوية، فاعتذر من الجروب ده بأي شكل. دخل علياني في نهاية شو اسمه نهاية المطاف من منطقة واحدة. كيف منطقة واحدة من هاي؟ الجنوب كلهم تنبيشة إيه؟ كلهم عرفت؟ خلاص بالرابط وصل للأخير دولة إن هم ما يبون أحد، الرابع ودهم يدخلون ودهم ذا الجروب، بس لا فات الفوت ما عاد ينفع الصوت، توك تجيني ذا الحين يوم قدني في الأخير. طيب ليش عبد الله طلع؟ أنا ماني معهم أبو مناحي ها؟ لا أنا ماني بصوبك أنت، أنا صوبة
صوبخ وياهم. طيب ليش عبد الله بن عبد الرحمن طلع؟ شوف عبد الله عبد الرحمن عنده المهنيه عاليه. يعني الشباب باقي ما عندهم مهنيه عاليه في الطائف. لا 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 مو كذا لا 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 قريب منهم. لكل مقام المقال. مقال المكاش. مقال المقال. ايوه. طيب. عبد الله عبد الرحمن يمارس المهنيه العاليه بحيث التقديم بحيث عبد الله العلياني ما يقول انا ما يقول انا مقدم انا ممثل. انا ممثل. فؤاد ما يمتاز انه يكون مقدم ولا عنده ميزات انه يكون مقدم. يعني تقصدون المتسابقين فارغين؟ لا هم هين فارغين فارغين. هو يا حبيبي وبناحي لا تحس انك انت بتقول وبناحي اصلا هو قال يا فارغ هم فارغين نفداك من دق من المواهب من المواهب. بعدين عبد الله العياني مسميه ابو مناحي اسم المهرج مهرج النسخه. وكان مهرج النسخه واستقطب من بين الشباب عبد الله ومتعب الرقعان وهو ما استقطبهم هو دخل معهم هم اساسا في الجروب من الشباب. وصلنا الختام فلذلك كل بيضرب ديته خلص البرنامج اليوم احنا الثلاثي الاقوى. طيب اعطوني اول شيء قبل اروح لابو حمود اعطوني سالم عدي في كونفشن الروم استعجلوا لي ابو حمود ايش تقول في الثلاثي المبدع؟ شوف يا عزيزي طبعا انا دائما احب ارجع للاول داتا للمعلومات القديمه من بدايه البرنامج. خلونا على ما قال ابو مناحي نتطرق للاثنين اللي هم فؤاد بن عبد الله ومتعب رقعان. فؤاد بن عبد الله هو من حدد لاعضاء الفريق وحدد الدخوليه وقام باختيار متعب واختيار عبد الله عبد الرحمن. ليه؟ لان فؤاد عبد الله من البرنامج اعتقد ان من خاض التجربه اول مره قادر انه ينجح ثاني مره فقام اختار متعب وعبد الله عبد الرحمن لانه سبق لهم التجربه ويعرفهم وقال اذا جينا مع بعض ثاني مره في برنامج مراجل بنكسر الدنيا. الا انهم ما كسروا الدنيا كسروا اعمارهم. هذا بما يخص فؤاد. متعب ابو الرقعان طبعا متعب الرقعان يا اخواني وبالاخص ابو عنزي ما هو الا اداه للوصول للنجاح. لا ينفع ولا يضر. تبون الدليل؟ انه عندما غادر واستبعد من هذا البرنامج جاكم فؤاد عبد الله قال ترى اذا لكم ثلاث ساعات اذا ما رجع متعب ابو الرقعان ترى بغادر وجلس سبعة ايام ما حرك ساكن. ففؤاد عبد الله استخدم متعب ابو الرقعان اداه للنجاح. اما بما يخص عبد الله بن سعيد اللي كثرت عليه مسميات ما بين انه جاي عشان ياكل ويشرب وجاي انه مهرج ومره قلت اني انا قصدي القريه. عبد الله بن سعيد اخواني عنده محتوى. ولكن ما عنده مقومات الوصول للجمهور، كيف يصل للجمهور؟ عبد الله بن سعيد عشان يصل للجمهور بالمحتوى اللي معه لازم يستعين باثنين معهم جمهور. فاضطر انه يخاوي متعب وفؤاد. اثنين ذول عندهم جمهور بس ما عندهم محتوى، عبد الله بن سعيد عنده محتوى، فلذلك عنده المحتوى استعان بالمقومات كذا قدر يوصل للجمهور. فانا اشوف ان الكاسب من المجموعه هذه كلها الكاسب الاول هو عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد يعرف كيف يتجه جدا وكيف يحدد اتجاهه جدا ذكي جدا. الان فؤاد هل فؤاد استخدم متعب؟ نعم. طيب كيف عبد الله العليان يستخدم متعب وفؤاد؟ مو المفروض ان عبد الله يستخدم متعب برضه؟ فؤاد يشوف نفسه اذكى من متعب الا ان عبد الله بن سعيد اذكى من فؤاد ومتعب. بس عبد الله عنده محتوى ممثل هذولاك ما عندهم شيء. وجهه نظر ابو حمود يقول الاثنين ذولاك ما عندهم شيء بس عندهم جمهور. شوف يا اخي الجروبات انا اشوف ترى يعني صراحه يعني الجروبات يعني حق مشروع اني اقدر اشكل ثلاثي رباعي خماسي ايا كان هذا الجروب لكن اني ما انفصل عن المجموعه. صح. ممكن اقضي وقت كبير. ليش؟ لان انا صالح يفهمني بس نايف الاكلبي ما يفهمني. صح. فانا من مجبور اجلس مع نايف طوال ساعات البث. صحيح. صح ولا لا؟ صح. معلش محمد مناحي عنده جمهور. انا ما عندي جمهور بس انا عندي موهبه ما هي موجوده عند محمد مناحي. انا اكمله بموهبتي وهو يكملني بجمهوره. ترى عبد الله سعيد لو موجود علي مناحي. ليش انا اشوف؟ ترى علي مناحي لو انه موجود لك الله ان تشوف عبد الله سعيد يعلق على طول مع علي مناحي ويسحب على فؤاد ويسحب على ما لا سمحت عد 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 لو كان علي مناحي موجود في هذه المنافسه نعم لقام عبد الله بن سعيد بالاتجاه فعليا لا علي مناحي وسحب على بدري على عبد الله سعيد اصلا بدري عبد الله سعيد بدري عليك الفارق اصلا ما راح ياخذك محتوى ولا تاخذ محتوى بدري عليك عبد الله لا لا روح 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 الهنقر هو جاي وقت ناديه روح روح يا ولد روح الهنقر ابوي بدري عليك ترى عادلة هذه تسمى التعايش انه تستفيد مني واستفيد منك انا عندي شيء وانت عندك شيء تعايش اي هذا هو صح بالنسبه لل بس في القريه لا ما في تعايش في شيء مصطلح اسمه التكافل كيف انا استفيد منك انا خاف التكافل ضمان والله شو انت عندكم مسميات جديده وفي فايده استفيد منك وانت تضرر هذا اسمه التطفل مصطلح لا التطفل
اشوف التطفل ثلاثة شفت ثلاثة زين عبد الله العياني الفارغ ما عندك شيء يا ساذج ثلاثة ايش وش تميزت به انت وش تميزت به تميز بالمحتوى عبد الله بن سعيد تميز بالمحتوى ولكن ما عنده الامكانيات فسخر الله له اثنين من خلقه وان شاء الله انه متوجه طب هذا صح ولا غلط لا صح جدا انا اتفق تعايش صح طيب سالم جاهز يا مشعل طيب اعطوني عبد الله القريني يا جماعه اعطوني عبد الله القريني انت طلبت من قبل سالم من عدي سالم عدي عده موجود اي والله موجود معنا يقولون ما يدرون وينه في الشركة ما يدرون وينه هو في القرية لا اله الا الله عين الهناقر السطوح يعني لا عادي اللي عشر دقائق طالب سالم وانت معي طالب سالم يقولون ما ندري وينه والله دوروه في اللوكيشنات دوروه هذا مثير للريبة والله مثير للجدل لا ما في ريبة يا اخواني سالم ما يبغى يجي ليه لانه شاف عادل هي في الشاشة وذكره بالماضي الجميل واثار جروحه فقال يا ولد خلني اغيب ايام الاعلى في مرحلة الفزعة كم اخذ اسبوعين نعم اسبوعين والله كان يكتسح والله كان اسبوعين سالم عادي بعدين اختفى اختفاء غريب اختفاء كبير جدا صراحه لا اقنعه يعني انا احنا نعيد ونكرر ونقول اثناء بدايه البرنامج هنالك اقنعه جاء ما يضحك غيركم هنالك اقنعه والاقنعه هذه تنكشف في اثناء بدايه البرنامج كشفت باقي عاد في اقنعه ولا عاد لا فيه كم قناع في اذكر المقدم والاعلامي الناجح تركي الموسى الله يذكره بالخير طيب ليش طرح فيني والله عشان اقدم اوكي طيب انا والله حسب تركي موسى نازل معكم متسابق يعني لا لا تركي الموسى بس عليه بالخير لا كذا كثير يا شباب محاور تروح كذا فقال احد قال لي مره قال ترى زملائك مهما تعايشت معهم وحبيت كرهت منهم الا ان النهائي سوف تنكشف لك اقنعه ما تعرفها وبالفعل والله يوم وصلنا النهائي بعض اخويانا ما ادري ايش جاء بعض اخويكم وين اي نسخه؟ سكرتنين فهمت؟ تحديات كل منهم قال ايش الحمد لله من عنده فلذلك الأقنعة تنكشف في نهاية المطاف. طيب يا جماعة اللي جاهز مع حنا طول سالم عدي ما يجي يجيبون القريني. قريني جاهز. سمعوني قريني. يا مرحبا بكم الله يحييكم. صباح الخير يا عبد الله. صباح النور والسرور يا مرحبا ومسهلا. عبد الله حنا أوشكنا أو الليلة تقريبا الليلة في فقرة ركان سهلي. راح نتعرف على الحائز على درع الجمهور تشوف انك انت مخول انك تاخذ درع الجمهور الليله والله العلم عند الله طيب من تتوقع بحكم ان فؤاد مستبعد او محروم من الحصانه والله يا طويل العمر ما في احد معين الكل يستاهل الكل قدم الكل عنده جمهور الكل مجتهد عسى الله يوفق الجميع ان شاء الله طيب اليوم تتوقع راح ياخذونه ب استحقاق ولا وهمي؟ الكابتشر اتوقع انه استحقاق. اليوم؟ يا جماعة ترى فهمتوني غلط، ممكن اتكلم بس في حاجة معينة؟ انا فهمناك في ايش؟ اتكلم عشان ابرر لك. طيب حنا خلنا ناخذها حبة حبة، اليوم تتوقع باستحقاق الليلة باستحقاق او وهمي؟ الكابتشر اتوقع انه استحقاق. تتوقع؟ اي نعم. طيب انا ترى والله ماني بعرف يا الربع في التصاويت وذي والله لكن لي ميلات لين اجي رسائل واجد اجي رسائل واجد تبي وهمي ويتطرقون لها واجد علشان كذا انا ماني بقول ما في الرسائل الواجد اشترك عنها سام الرسائل الواجد اشترك عنها اشوفها عندكم انتم اعلنتوها اقول ظلموك يا عبد الله واي فتى ظلموا ابو انا بسال عبد الله القريني صباح الخير مرحبا ومسهلا صباح النور السرور ابسلك سؤال سم الايميلات يدخل فيها وهمي فانت يعني تحارب الفكره هذه صح؟ صحيح بيض الله وجهك وانا اتفق معك جمله وتفصيله على فكره حلو. رقم اثنين سم كابتشر السناب ايه اللي حيكون معكم اليوم في فقره ركان السهلي ايه تتوقع ان حاجه كويسه او لا؟ لا والله حاجة كويسة حاجة كويسة طيب دقيقة بالمثال يتضح المقال سام أنا مشارك معك عبد الله القريني تمام
تمام، وقلت ميد محمد مناحي ونايف الاكلوب وصالح المكسر ما يعرفون ايش برنامج مراجل. طيب. وقلت يا جماعه الخير ادخلوا على سناب وصوروا مثلا صورتي انا يا عادل، هم صوتوا لي الان صح؟ يا سلام. هم ما يعرفوني، عفوا هم ما يعرفون البرنامج. طيب يعني ما هم من جمهوري او كذا، فهمت؟ مش متابعين. يعرفونك. مش متابعين، فزعه. فزعه يعتبرون يعرفونك من جمهورك، سم. فزعه. يا سلام، بس يعرفونك. تسمح لي مثل المشهور سوشيال ميديا لما تقول لو سمحت نزل هذه عندك وخلي الجمهور اللي عندك يسوي كابتشر. جمهور مشهور السوشيال ميديا اللي ما يعرفني انا يا عادل إيه؟ بيصور على صورتي انا، تمام؟ يا سلام. فهذه في سناب نفسها نفس الايميل، لما تجي طول عمر وتفتح لك 20,000 ايميل ايوه وتصوت فيها. اللهم ان هذا الكابتشر يتبع لاشخاص هم ما يعرفونك، والايميلات تتبع لشخص يعرفك. طيب. او ربما انه ما يعرفك لكن انت متفق معه. نهايه الامر كلها اتكلم كلها غير صحيحه، غير جيده من وجهه نظر الشخصيه. يا سلام. ولا تشير الى نجم الجمهور الحقيقي. يا سلام. اتفقت معي الان؟ اجاوب. من ناحيه الايميلات طال عمرك تضرب بالوهمي عشوائي، ولكن في السناب من معرفه من كذا اكيد ما حد فزع لك الا لعلمك. لا 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 تقول ما حد فزع لك الا لعلمك. عبد الله عبد الله عبد الله سام. حدث العاقل بما يعقل. سام. تمام؟ لا تقول ما حد. صالح المكسر مشهور في السوشيال ميديا ما يعرف ايش ما يعرف ايش برامج واقعيه اصلا. طيب قلت لي كم شير لعبد الله؟ جيت انا يا طول العمر كلمت محمد مناحي رفيق لي، محمد انت تتمون على صالح؟ قل له ولد عمي كيت كيت كيت. قام صالح ونزل عنده في السنابه، بالله عليكم ادخلوا الرابط او ضيفوا حساب الكذا وصوروا، وصوروا جمهور صالح، هل يعرفوني؟ لا. بغض النظر الحين لا تقول بغض النظر، هل يعرفوني؟ لا. ما يعرفونك. ما يعرفوني، اذا مثل مثل الايميلات في نهايه الامر. بس عرفوك، عرفوا البرنامج، استفدنا. صوتوا لك بناء على معرفة. واستفادوا الكل. صوتوا لك بناء على معرفة، السؤال واضح، صوتوا لك بناء على معرفة. سم. صوتوا لك بناء على معرفة. بناء لا مو على معرفة خلاص. ولكن نفس النتيجة. الايميل ما يعرفك. نفس النتيجة. ابو نايف الرجال ده. طيب يا جماعة معليش انا ماني بتكلم ان ما في جمهور، في جمهور فعلي وفي جمهور يتعب وفي ناس يتعبون وكل شخص مع جمهوره، ماني بقول فيه شيء ولكن اقول فيه اضافه. هل تملك الحق اليوم عشان اخذت معك انك تيجي في فقره ركان السهلي وتقول لو سمحت يا ركان الاليه هذه قاعده تضرنا احنا لان ما تدل على تنافس حقيقي، ولا ما تملك الجرأه في انك تقول هذا الكلام الركان؟ والله يا طويل العمر فيه اداره ابخص مني. لا لا انت متسابق، انت المتضرر والمستفيد. انا متسابق ومتضرر وتكلمت وطلعت اللي عندي. هل تملك الجرأه بانك تتكلم اليوم في فقره ركان السهلي الساعه 2:30 بتوقيت مكة المكرمه؟ ركان طال عمرك جاي يقدم فقرته، ماني برايح انكد عليه. انا واجبي كمتسابق وجهت وجهه نظري للاداره وهم ابخص. المقدم مسؤول عن فقرته، المقدم مسؤول عن فقرته. والله يا طويل العمر يسمعك ركان الحين ويجيه علمه وعارف، واذا كان راضي بذا الشيء انا وش دخلني؟ انا متسابق بسوي اللي علي وبطلع. انت متسابق قلت وجهه نظرك. اجل وش دخلك؟ لا تتكلم في بدايه وتقول وهم. انا تكلمت. ناخذ مقطع ونرجع. خلص انا كفيت. اعطونا مقطع عبد الله القريني ونرجع لابو حمود. انت ونصها على قلب رجل واحد. نعم. طيب ليش تقول فارس الجمهور اللي قبل امس وهمي؟ وهمي. ومن اخذها فارس الجمهور؟ وهمي. خذها اخوياك علي مناحي وفهد عبد الله. المشكله؟ طيب ليش تقول اخوياك وهمي؟ حتى لو خذيتها انا بالوهمي اقول انا ما اخذها وهمي. طيب هل هذا منطق يا عبد الله؟ نعم منطق. محورك هذا انا اخليه ل صل على النبي. محورك هذا يؤجل الى اخذ النار. ما في مشكله. ما مر علي انسان مثلك. اتنافس على الوهمي بالدراهم وتنافس. طيب. على على كيف الجمهور. والجمهور ايش رايك فيه؟ كلام الجمهور. الجمهور انا ما بقول ما في جمهور. لا لا في ناس عندهم جمهور. في ناس لا والله في جمهور على عيني وراسي وجمهور قوي واخويانا جماهيريين. طيب عطني الدليل وش اللي يثبت النوامي؟ اللي يثبت انشدهم. من هم؟ اخويانا. انشد اخوياك؟ نعم. اخوياك يقولون لا ما هو ها جماهيريين ها صل على النبي وكل بيهم متصدرين في الترند. صل على النبي النقاد بروسهم نادونا قالوا فيه وهميين. من يقصدون؟ من يقصدون؟ قالوا في البدايه على انه انا وعبد الله العلياني. انت وهميين؟ قالوا
لو ان في ما فيه وهم دقيقه الرسول عليه الصلاه والسلام حرف في كلامه. انت تروح تتبع النقاد وتقول لا هم قالوا فيه وهم الرسول قالوا فيه وهم قالوا فيه وهمي ولا جابوا كلام من مخابيهم ما قالوا وهمي الا هم دارين فيه وهم قولوا لا اله الا الله يعني في وهم حق لا اله الا الله ما في وهم طيب لا بد الا فيه عبد الله العليان تعليق ما في وهمي الا فيه اي رجال ياخذ فارس الجمهور من خيانة يستاهل لو بوهمي جمهوره حقيقي ومتصدر الترند وبياخذه ولا هو بوهمي ولا فيها وهم جاب لي الناقد يا طول عمر السلامه صوره محادثه هذه ترى بينه وبين الناقد اللي في جنبه ايوه لا يشوفها صل على النبي انا عبد الله اقدر اسال عبد الله تويتر وصور صل على النبي صل على النبي صل على النبي فيك من صل على النبي فيك من صل على النبي وهمي كلام الحق والكلام الصحيح بقول له لا اعلق الصرقبتي والله العظيم ان فيه وهمي واللي يثبت يا طويل العمر صل على النبي صل على النبي واللي يثبت اللي طلع من النقاد والكلام اللي جابوه ما جابوه من كلام فارغ ما جابوه اللي يعرفونه وانتو عارفين وش المشكلة وش فيك ايش فيك كنت تتكلم انا ساكت طيب ليش ما تتكلم ابو حمود عبد الله القريري صباح الخير مرحبا النور السرور كيف الحال طيب زان حالك هلا والله عندي ثلاثة أسئلة تفضل السؤال الأول هل الوهمي بفلوس ولا بلاش والله أكيد أنا بفلوس حلو يوم إنها بفلوس أنت الأسبوع اللي راحت تقول المراكز والتصويتات بخشم الريال ليه ما تجيبها بخشم الريال يا عبد الله لأني ماني مستفيد ما أنت مستفيد نعم. واحد طيب نعم. اثنين هل عبد الله القريني عنده جمهور؟ انا نعم عندي جمهور. وش الدليل؟ الدليل انت ابخص. دام عندك جمهور لو عندك جمهور ليش تهاجم دائما الجماهيريين؟ سام؟ ليش تهاجم علي مناحي فؤاد متعب؟ ليش الجماهيريين هنا في هذه الكيان او في هذه النسخة انت تهاجمهم؟ الجماهيري لا يهاجم جماهيري. هاجمت علي. ها؟ انا مهاجم علي. انت مهاجم كل الجماهيريين في هذه النسخة لا تهاجمهم ما هاجمت عليهم. وتقول يا عبد الله القريني اسمع جاكت حياة اسمع بعد رد علي انت تقول لي شيء وتقول انت مهاجم انا ما هاجمت ها غير اسمع هذه وجهه نظري خذها على كيفك عبد الله بس خلنا نسمع عشان ما يجي تداخل عبد الله تقول طال عمرك في كل فقره وحتى في فقرتنا قلت بخشم الريال وقلت انه وهمي وقلت ان اخوياك وهميين وقلت الرجال كلهم ما عندهم جمهور يا اخي فاقد الشيء لا يعطيه انت اصلا لو عندك جمهور ولو عندك متابع ولو عندك احد مؤمن بما تقدم ما هاجمت اخوانك المنافسين لك هذا واحد اثنين انت يا اخي تطلق ما لا تعني ولا لو انك تعني الكلام اللي انت تقوله كان قول طال عمرك مثل ما جابوه الرجال لا اعني كلامي تعرفون يا مسلم نافداك انت اسكت اصبر شوي الله يرحم شيبان ها خلص وعلمنا نتكلم ايوه انت الحين طال عمرك تقول بخشم الريال وتصعد وعندك تصريحات فوق ذا كله الرجال إلى انقده يصرح ويدعي شيء من عند راسه ولا يقدم عليه هذا معناه ان كلامه فقاعات صابون او كلمه المعتاده خريط صريط انت يوم تقول الرجال ذولا كلهم وهمي يلا يا الحقيقي روني جيدك على المسرح روني جيدك في فقره راكان روني جيدك في السيج النهائي روني جيدك كل يوم يا اخي انت في هذه المناسبه يا اخي اول شيء اسمع انت في هذه المناسبه انت قاعد تتهجم ولا وتبيني اسكت لك طيب يا عبد الله اسمع بعدين اعطيك فرصه انت قالت عدد انت يا عبد الله القريني دخل شغموم تحزمت بالجنبيه ولبس كبوعه كوبوي انت متذبذب انت متناقض انت ما تدري وش العرب تبي انت يوم طالع ريان طلعت معه ويوم عودنا وري متسابقين قلنا وش ردك قلت انا عن اخوياي الصلف البارحه المري يقول ما لنا قائد كل قائد على عمره وانت جاي طال عمرك تنفخ صدرك وتقول انا عن اخوياي اخوياك ما وكلوك انت ضيعت الشيخه وضيعت الشغمو وضيعت التصويت ولا لك جمهور اسال الله ان الله ينظر في حالك يا اخي لا تسقط احد تعال باثر طيب قدم مبادرات طيبه طيب عبد الله سؤال بس بسالك سؤال ابى ارد عليه يا سلطان ارد عليه طيب قبل ترد بسالك سؤال قبل تسألني برد عليه عقب ان اسال باللي تبي طيب سؤال ايه او لا اذا حققت هالليله انت يا عبد الله ايه وهمي ولا حقيقي تصوير الشاشه يا طويل العمر نقول ان شاء الله ان ما في شيء انا اتكلم عن الايميلات وكلامي واضح يعني الليله اذا حققها عبد الله القريني مع ركان السهلي ايه بشكل عام وهمي ولا حقيقي ولا مستحقه
والله يا طويل العمر الكابتشرات واضحة، ما ادري كم هي واضحة معكم مع غيرك، ما ادري هي واضحة معكم مع السابقين اللي انت شككت فيهم. شلون؟ هي واضحة معك الليلة ومع اللي راحوا اللي انت شككت فيهم السابقين. انا ما شككت في احد، ما قلت ان انت بجيب يا ولد، انت ما هم شككت انت. إيه انت انتم انتم تجيبون كلام ما قلته يا الربع. انت صرحت في المقطع انهم كلهم وهمي ونعم والماديات نعم الفلوس وهمي، كلامي واضح وعيده واكرره فيه وهمي. طيب ماني بقول ان انتم بجماهيريين، جمهورهم قوي الربع جماهيريين. طيب ليش عندهم جمهور يتعبون؟ طيب عبد الله، عبد الله ما يوقف. طيب عبد الله ليش كلامي واضح في تمليك في الوهم يا الربع؟ طيب عبد الله قل لا اله الا الله حق. انت قارنت تصويت الجمهور والايميلات بالماديه، قلت الماديه اخذها بفلوسي بخشم الريال وهذه بخشم الريال. يعني انت نعم لا صرت باخذها بوهمي بخشم الريال وش الفايده؟ ما خليت شيء للجمهور. انت قلت انت قارنتها بالمادي 100% وقلت كلها بخشم الريال يا رجال. لا لا من دخل فيها شيء من قل مصداقية اكيد انها بتخرب. يعني انا بقول لك انا اتكلم عن نسختين، نسخة مراجل ونسخة مثلا سكريبت، اقول كلهم برامج او نسختين في قناة واحدة، تقول فعلا انت تكلمت فيهم يعني كذا، وهذه نسختين. اقول لك لا مو والله نسختين، والله يا طويل العمر ماني بعرف نسخة سكريبت ولا شوي بتابع برامج واقعية ودخلت البرنامج مدري وش السالفة، لكن بعلم ابو عنزي. ابو عنزي طيب دقيقه، ابو عنزي بعد اذنك انا برد على صالح مكسر. يا طيب معي ابو عنزي، رد على صالح ومعك ابو عنزي. عبد الله صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا ابو عنزي، تسمح لي ارد على صالح وبعدين نسولف؟ اي اسمح لك تفضل. الله يبيض وجهك يا اخوي صالح. وقدمت يا طويل العمر الفقرات والمبادرات وقدمت شيء كانك ما تدري في أدر قدمته، لكن ممكن تقول فارغ، ماني بفارغ، وأنا قدمت طال عمرك وتقول اسمك ما جاء في التاج، اسمي جاء في التاج وطلع ترند كم مرة وانت عارف ذا الشيء. طيب يا عبد الله صل على محمد، اللهم صلي وسلم عليه. بالنسبة لنقد النقاد دائم يعني لابد أن يكون المتسابق يعني في وضع يعني استعداد لأي كلمة يقولها الناقد. حنا هنا في فقرة ناقد، والناقد عنده وجهة نظر، وعلى حسب الأشياء اللي يشوفها على الشاشة، يشوفها في التاج، يشوفها في تويتر، يشوف يعني الناقد ما يجي يتكلم من فراغ. هذا أول شيء، أنت لك حق أنك ترد ورديت وجزاك الله خير. لكن الموضوع الأهم اللي حنا يعني والمحور الأهم موضوع التصويت الوهمي. عبد الله الشخص دائما في داخله قناعات لا تتغير، والشخص يعني في اغلب الاحيان خاصه اذا تكلم الشخص بحرقه فيعني كلامه هذا دلاله على انه يتكلم يعني بصدق، يعني بصدق داخلي. انا اول مره يا عبد الله اشوف شخص يعني يتكلم وهو زعلان ويقول وهمي وهمي وانت تكلم يعني بقناعه وبجديه، شفت؟ وبعدها فتره يعني قليله انت تناقض نفسك بنفسك بدون اي تدخل من اي شخص يعني او من اي يعني طرف اخر. التناقض اللي انت تعيشه يا عبد الله هو حدا امرين، يا انك زعلان يعني من حصول البعض على 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 فارس الجمهور، والشيء هذا حاز في خاطرك يعني انك حاولت تحصل عليه وما قدرت، او ان فيه يعني بينك وبين احد الاشخاص هذا ولا مشكله، او انك تبغى تصير مثلهم وما قدرت. هذا يعني تحليلي الثلاث اشياء هذه، يعني تحليل يعني تحليلي انا نايف الاكلبي. انت يا عبد الله وش تجاوب او وش اجابتك فيما يخص يعني الموضوع هذا من من منطلق يعني سام قناعاتك سام الداخليه؟ طيب جاوبني ليش تناقضت؟ طيب وهل الثلاث اشياء اللي انا ذكرتها لها علاقه ولا لا؟ اذا لا اذكر لي وش الشيء اللي له علاقه بتناقضك، انك قاعد يعني تناقض نفسك بنفسك. طيب يا طويل العمر، اول شيء يوم تقول تناقض
انا ماني متناقض، انا تكلمت بخصوص. انا ما اقول انك متناقض عبد الله، اسمعني يا حبيبي، كلامي متناقض. اسمعني يا حبيبي، انا ما اتكلم عن شخصيه عبد الله، ترى انا اتكلم عن 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 سلوك، اتكلم عن خطا، اتكلم عن ايه فاهم تصرف على خشمي. انا ذا الحين تصرف عبد الله اللي امامه قابل مري ويعني واعلانه ان الفارس والجمهور كانت بالوهمي اختلف عن كلام عبد الله الان. الاختلاف هذا اقنعني من وين نابع وليش عبد الله كلامي يعني مختلف قدام عقاب؟ تشوف انه مختلف كلامي قدام عقاب؟ يعني انت قدام عقاب تقول انه وهمي وتقول ان التصويت وهمي والتصويت الان يعني تغيرت قناعتك. لا لا انا اقول انه وهمي حتى الان ولين بكره ولين اطلع من البرنامج ما هو الكل. لا قبل شوي انت تقول في جمهور. انا بجاوب. لا اسمعني اسمع كلامي. انا سمعتك قبل شوي تراجعت وقلت لا انا اقول ان فيه جمهور وان فيه عندنا جمهور وان الشاشه فيها فيه جماهير ولكن يدخل وهمي. دقيقه عبد الله ترى اذا تكلمت وتكلمت انا ما حد يسمعنا لا الجمهور ولا لا من خلاص تعلمني اجاوب عشان طيب. تفهمني وافهم. انت قبل شوي اسمعك انا قلت انا الكلام هذا ما اقول ما في جماهير، فيه جماهير وفي والشباب عندهم جماهير والقناه عندها جماهيريه. يعني انت ناقضت كلامك بنفسك. انت قبل شوي كنت تقول وهمي. طيب اذا كان الشباب هذول ياخذون التصويت وهمي وين الجمهور؟ وش شغله الجمهور اللي تابع الشاشه؟ وش قاعد يسوي الجمهور؟ فصص. طيب فصص. طيب يا طويل العمر الجمهور موجود والجمهور يصوت والجمهور ماني بقول اخوياي مهم جماهيريين، جماهيريين وقويين. اسمعوا كلامي وافهموه يا اخواني النقاد يا اخواني المشاهدين. انا اقول ان فيه جمهور قوي والدليل ان التاج قوي عندنا ومراجل دايم ترند. لكن انا مقصدي يا الربع انه زياده عليه في الايميلات بالذات الايميلات. يجيك يا طويل العمر يدخل وهمي. فهذا شيء ما ارضاه لا انا ولا الجمهور نفسه ولا انتم يا اخواني النقاد. تجي عن جماهيري طيب وين راح التنافس؟ يعني خلاص الليله لو يحقق عبد القريني ترى وهمي انتهى الموضوع. خلاص يعني هذه الفكره بشكل عام. ختاما نرسل رساله واضحه عبد القريني انه يشكك في جميع عبد الله انا مالي دخل. انا عندي مقطع وعندي كلام وعندي صوت وصوره وعبد الله القريني يتكلم وهذا انا صوت وصوره واقول البلا في الايميلات. والله وين خذيتها انا فاستاهلها وان خذاها غيري يستاهلها بدعوه بسيطه. بتفكيرك انت والله ما شحنتني عبد الله بتفكيرك انت وبتصريحك انت ان خذتها انت الليله فانت وهمي يا عبد الله القريني. ابو نايف ترى الان عبد الله القريني هو يشكك في جميع متسابق على مر البرامج الواقعيه. خذا نجم جمهور او خذا حصانه بالايميلات او اي شيء. اي نعم شيء صح. نعم يشكك. ترى كلام عميق جدا. انا مستحيل تكون مستحدثه ولا ابو مناح مستحيل تكون مستحدثه الوهمي في هذه النسخه. اول شيء طالع معكم الرجال لا يتكلم بشيء هو يشوفه. احنا ما نشوفه. كيف؟ احنا مقدمين. شلون؟ يمكن نشوف ان اخوياه وهميين. تخالفون به. الرجال يتكلم كلام مقتنع. ليه ما يقول اخوياي وهميين؟ قالها. لا يقول التصويت. لا قالها ولكن بطريقه غير مباشره. والحين ينكرها. يوم من شاف اخويا بعضهم قال يا رجال انت سلمت انا وانت الى اخره. عبد الله القريني قال وهميين بموجب شيء ملموس شيء شافه. طيب ابو مناحي ما تلاحظ ان عبد الله ولكن عبد الله القريني تراجع شوي او بمعنى مصطلح شعبي فش فيها. انا ليه اقول لك كذا؟ يا اخوي الرجال زملاه عقب فقرة عقاب قالوا ميدة أنت سلمت للجمهور أنت وضحت للجمهور أنت وأنت 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 قال ها والله أنكم صادقين يا رجال ضعت جاك هنا وبرر. طيب هو تكلم بالمنطق. ليش تبين ما يكون هو شاري وهمي اليوم وبياخذها هو؟ أقول مثلا بس لأن الرجال يقول أخذتها فأنا استحقت أتحدى حتى يا جماعة يا جماعة لو شرى وهمي يعني مهاب الله يجزاه خير امس يوم حرم فؤاد عطى ناس يترسمون. تجيب سيرته لو سمحت تجيب سيرته مهاب. إيه مشكله هذا ترى لو سمحت تجيب سيرته نجاوب. فاقول لك يعني حرمان فؤاد من فارس الجمهور زين
في ناس الليلة بالتنسم واجد كاتم بلفهم لا أشهر. بالتنسم اي رجع بالتنسم بتقول يا الله انت جاء فؤاد خير انت جاء مهاب خير يوم انه احرمهم من ما حد اعترض مع فؤاد البارحة يوم فؤاد قال اخصموه ترى كل المتسابقين راحوا خلوه ولا متسابق وقف جنبه وقال ليه ردوه للمنافسة الله يجعل ابيك في الجنة يا صالح مكسر قلامي يسحب المحاور من فريق سحب سحب طيب انا توري يا اخوي والله توري تعال رشت المحاور رايح جاي خلوا لي فرصة بس يا اخوان انا بقولها وزيد بيقولها نعم زملائه امس ما بادروا بانهم زعلانين من عقوبة مهاب على فؤاد بالعكس يطبطبون يلا يلا اي والله انك صادق مهاب ذا يا اخوي اقسم بالله ما هم يبون يترسمون اما بخصوص ما يتكلم فيها لو هو الوهمي يعني عبر برامج الواقع كثيرة فيها ايميلات كلها وهمية مشكلة يعني على سبيل المثال يجي فيه. على سبيل المثال نجوم سكريبت اثنين زين يعني بحكم اني انا معهم متسابق زين عندك كم اسم عندك فحان عندك عز عندك حاتم عندك عادل عندك يعني هذا الابرز اذا ما كان اتكلم سكريبت اثنين ايه اتكلم سكريبت اثنين كانت ايميلات كلها صح ايميلات ويعني كان فيه منافسه بين النجوميه بين حصانه الجمهور احنا ما كنا فارس وبس من اكثر واحد خذاها في سكريبت اثنين عبد العزيز الاشرمي يعني متى هو كذاك حتى يشكك في اي نعم هذا يدخل في التشكيك احنا كزملاء له في نسخه زين ما رجعنا ما شككنا في عبد العزيز ما شككنا في فيحان في حاتم في عادل في 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 الى اخره عبد العزيز اخذها ست يعني ست اكثر ست واحد ست حصانات عبد العزيز الاشرمي وكانت حصانه يعني كانوا يوقفون على الستيج احنا 10 ما احنا بسته وكان المقدم عادل هيف وكان يعلن حصانه يعني رجعه من البرايم جمهوره لاحظ مو هو فارس بس درع صفق لك درع وبدري ايش لا كبيرة يعني كان لها اثر كبير كان لها كبير يعني يجيك عبد القريني يشكك يا اخي اقسم بالله يا عبد القريني لازم تشوف نفسك انت لازم تشوف وضعك بس ترى حقه يا الربع لانه هو يدخل فيها وهمي صدق لكن انا اذكر والعودة على الراوي ان صارت المشكله هذه معنا في جنتل برنامج جنتل وان قالوا وهمي ما وهمي ما ادري ايش ما ادري الكلام انا استقصيت الخبر انه زي ما تقول في جهاز ان اي ايميلات يعني تحس انها جديده يعني مستحدثه اي تحس انها يعني الجهاز هذا يكشف اي نشاط جديد على ايميل تحس ان نشاطاته جديده طوالي يحطها في المهملات ما يدخله ضمن القائمه يعني في حمايه هذا اللي انا اعرفه ايش اللي صار بعد انا ما ادري حلو هذا في جنتل يقولوا عاده في جنتل إيه؟ في هذا جنتل اما احنا يا سكريبت اثنين لا نشكك في نجوميه نجوم سكريبت ثري انت بس سكريبت ثري ما اشوف تبي الصراحه الحمد لله ما شاء الله عليكم الحمد لله رب العالمين عسل والله فينا عسل. الحمد لله فينا شاعر فينا مقدم فينا نجم فينا منشد. فينا ممثلين انا اقول لك نجم نعم قبل منشد صح نجم صح صح فينا منشدين فينا ممثلين فينا يا اخي اقسم بالله سكريبت ثري تحياتي تحياتي يا سكريبت ثري تفضل تكلم عن نسختك كاريزما بالضبط لا شوفوا اما لا نسقط على نسقط الباقي لكن احنا نتكلم بس الشباب بخصوص كاريزما للامانه الاسامي اللي صدرتها نسخه كاريزما واجد عادل فضل الله نايف وليد قشران عمر حذال شخبوط ركام لحي عبد المجيد فهد مطيري يعني عد 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 يعني ما تقول يعني ما تقول نجم نجمين نجوم ف شوفوا يوم استحدثنا احنا طيب كريزما اثنين جاء عليها ردة فعل على طار النجوم ذا الحين كيف تصوركم للبرنامج ما بقول يا اخوان 9 ايام ترى باقي قصدك تسهل فيه نجوم ولا لا كريزما اثنين ولا لا 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 البرنامج هذا الحين باقي 9 ايام يعني يوم السبت اخر برايم هذا البرنامج هذا فيه هجوم وهذا تصريح يعني ترى البرايم يوم السبت ترى ما هم ملغي يعني اذا بيفكر ان احد البرايم قائم الله وجهك والله يعني هم ملغي لا لا ما في بلغهم ما في برايم ان شاء الله ملغي كل بيطلع واحد بس عاد هو بيطلع يبي ينام في القريه يجلس مع اهله مع اخوياه واللي بيروح على كيف انا اتمنى يغادر امانه عبد الله القريني ليه لانه الوحيد اللي في هذه المنافسه ما غير يمشي ويشكك ترى اسوا مغادر هو اللي غادر قبل حفل النهائي بست ايام لانه ما يستفيد شيء يعني اللي غادر في اليوم 70 قلبت الموجه اللي غادر في يوم 70 يا شباب يعني ينشط حساباته فهمت علي
يسب طموره اللي قادر في اخر برايم يعني لا يمديه يشط حساباته ولا يمديه يروح الحفل النهائي. ترى المقصود مو ابو حمود، انت طلعت ابو حمود تحسب. طيب لا 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 تدري شو المشكله؟ المشكله اللي يبكون عليهم يقدرون يتقابلون بعد اربع ايام بس. هذه هذه المشكله ذي. والله انا اول من انا حزنت على الرجال ذا انا في الاكلوبيا. ترى صدق ترى الحزن يا الربع ما بحزنك بفارقك حتى لو قبل اربع ايام صدق. يعني البرايم الجاي ذا يوم السبت تمام، اللي بيبكي على اخويه الحزن ما هو بانه بفارقه لا صح، الحزن ان اللحظات هذه ما راح ترجع. نعم السفره الوحده ترى ما هي بسيطه يا جماعه الخير. اي والله والله العظيم ما هي بسيطه. 90 يوم فطورك مع نفس الرياجيل، غداك عشاك احزانك حزن فرحك. انت تدري السفره اللي يتجمعون عليها متسابقين هذولا انهم الى اللهم لك الحمد يسمون بالرحمن سوى، ثم تنزل عليهم البركه، ثم يدقون في النعمه، ثم اذا شبعوا عودوا على بعض وتجاردوا. اي سفره يا رجال؟ تدري ليش؟ تدري ليش؟ ليش؟ نكشف الاوراق؟ اكشف والله يا ابو. احنا في نهايه البرنامج. اي والله اكشف. انا ورب الكعبه عدو اللدود خروج المتسابق من القريه، ايا كان عيد فطر، عيد اضحى، مناسبه، لا 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 لا، تغطيه حفل زواج، تغطيه حفل تتويج، تتويج المتسابق متى ما خرج من القريه اعرف انه راح يكون في دروب. بيض روشك والله مهما كانت نجوميته، اذا طلع من القريه على الاقل اسبوع، احسب على اسبوع أول بعدها. اول اول والله العظيم ان احنا نذكر ان المتسابق اذا جاي يطلع من القريه عنده ظرف مراجعه مستشفى ولا كذا يترجى الاداره، تكفون لا تطلعون كاشه اني انا طلعت من القريه، تكفون لا تعلمون النقد اني انا طلعت من القريه، وهي بنقاطه نظاميه 24 ساعه. ليش؟ يخاف ان الجمهور يقلب عليه. لا وتجيب اشعار مراجعه، لان الجمهور معليش خلينا نكون صريحين، حتى الذائقه اختلفت، ذائقه الجمهور. الجمهور اول كان جمهور شاشه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، الان للاسف بعض الجمهور قليل قليل، لكن مشكلته هو اللي مسيطر تقريبا على السوشيال ميديا، صار من يوم المتسابق يخرج عن المسار ويقول للادب في بعض الاحيان، في بعض الاحيان ينبسطون ينجمون فيه. شفت؟ وهذا الامر هو متسابق، لما يجي من 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 مكان ما حد يعرفه فيه ويجي في لحظه ويصير حدث معين، حدث غير جيد، ويشوف الجمهور يعزز به، طبيعي جدا انه بينسجم مع هذا التعزيز، بيكمل في اخطاء. جزء من الجمهور يطالب بخروجهم في العيد، جزء من الجمهور يقول لهم احسنت يا اللي هارب، جزء والله من الجمهور يقول اللي هارب وعاقبته حرام. ما ندري ايش نقول يا اخوان. والله عادل هيب يا جماعه اليوم يفيدنا ويفيد الجمهور. نعم. والله يا كلام عادل هيب من ناحيه الجمهور والله العظيم انه صادق. يعني الرجل والمتسابق في انجازاته في نجاحاته اللي يقدمها امام الشاشه يهمش الا ما ندر من الجمهور بسيط، جمهور بسيط، ولكن انما يجيك شخص ارتكب له خطا فاتح، يعني لا في حق زملائه، لا حق النسخه، لا حق الاداره، لا حق القناه، يتعاطى مع الجمهور بحيث ان هذا يشوف انه نجم، اوكي يشوف انه نجم يقول لا بكمل اخطائي كذا والجمهور بيحبني. صح. بعضهم للاسف صار يشوف الاحترام ضعف، يجي المتسابق مثلا في الكفش الروم ويتناقش مع نايف الاكلوبي تمام، متسابق مثلا عادل جاي يتناقش مع نايف الاكلوبي، جالس ياخذ معه ويعطي بكل احترام وتقدير، طلع ان عادل جاي طول عمر المتسابق الثاني تمام مناحي من غير شر تمام، جاء مناحي نايف الاكلوبي محمد مناحي مثلا، جاء نايف الاكلوبي شفت عقالك عريض كانه كفر سياره، ها ها ها. بعض الجمهور تعزيز. ليش؟ صاروا يشوفون ان قله الادب للاسف، وهذه حقيقه لا يمكن ننكرها. نعم. وارجع اقول هم فئه قليله ولكن للاسف نشاطهم كبير، يشوفوا ان قله الادب هي شجاعه. احسنت. تلقى المتسابق هذا ياخذ الجوال بطريقه او ما شابه، تلقى التعزيز فيستمر في تصرفاته مهما توجهه. ليش اغلب النقاد يقول احنا نوجه لكن ننفخ في قربه؟ لانه طبيعي قاعد يوجه من الخارج. نعم صح. خصوصا النسخه ذي ترى كم طلعوا 88 مره ولا كم من ذي إيه؟ اصلا طلوعهم اكثر من قعدهم. يا ولد كل لا طلع لا لا ابغى يعطس الواحد طلع راحوا في الله يجزاك خير يا ابو نايف ويكتبها ان شاء الله في موزين حسناتك. اللهم هي ايش ذي النصائح عنكم جميعا النصائح اللي قدمها. والله يا جماعه ما بخصوص النصائح اللي والله تكلم فيها عادل هيب، والله العظيم احنا نشوفها وملموسه، نشوفها ملموسه والله للاسف.
والله عادل ناخذ منه يعني ما هو كل شيء يعني بعض الجزئيات يعني انا اتفق مع عادل هيف الا ان الجزء الاخر من عادل هيف ما زال تظل وجهات نظر هي تظل في الاخير تظل وجهات نظر ممكن تكون صحيحه ممكن تكون خاطئه. طيب يا جماعه من تشوفون الليله يعني ابو بناحي لو بقصور في ابو نايف من تشوف الليله بياخذ درع الجمهور فارس الجمهور بحكم ان فؤاد يعني من عقوبته من مهاب انه مبعد عن المنافسه والله كلهم ان شاء الله فيهم الخير بركه ولكن انا بين اثنين بين اثنين مثل ما كانت بين علي مناحي وفؤاد مثل ما كان قبل الله يجي الحرمان قالوا متعب وفؤاد انا اشوف انها بين اثنين يا زياد بن شري يا متعب رقع زياد بن شري او متعب عادل في توقع عندك ولا لا انا اقول بنسبه كبيره جدا بنسبه 99.99 سالم عدي سالم عدي من سالم عدي طيب. ليه وجهه نظر يا اخي وجهه نظر احترم وجهه نظره يا اخي هل في معطيات نعم يا سالم عدي ولد وجهه نظر نعم يا صالح مكسر عادل هيف صادق تدري ليه لان فيه وهمي صح فيه وهمي طيب ابو عنزي عطنا توقعك لنجم او فارس الجمهور الليله اقرا الجواب غير متعب بعده متعب بالرقعان بس نعم يعني اذا ثلاث حله بالرقعان شوف يا اخواني انا قبل ما اقول لكم فلان ولا فلان ترى لو اخذها متعب بالرقعان الليله ترى ما هو تمكن قدر ما هو ساحه فاضيه له صح واحد ترى متعب رقعان لو اخذها الليله ترى ما هي جداره وانما اصلا ما في الولد الا ما في اهل المنافسه الا هو طيب اكيد بياخذها طيب واحد طيب واذا ما اخذها اذا ما اخذها متعب رقعان شوف اذا هذه مصيبه خليني بعلمكم انا اذا متعب رقعان ذكي انا اقول له يا متعب رقعان قل انا خارج منافسه لان ما في لي منافس قوي ووخر خلينا نشوف غيرك دقيقه ما جاوبتني يا ابو حمود طيب لو ما اخذها لو ما اخذها متعب رقعان شوف اذا طلع غير احد متعب رقعان هذا ضعفه لا هذا يثبت ضعفه لا لو اخذ احد غير متعب رقعان فهذا الدليل ان الجمهور اللي يدعم فؤاد بس إيه جعل ابوك في الجنه هي هنا بتكلم هنا بقول المتعب لو اخذها متعب رقعان لا انا اقول خلاص خلصنا من الاخذه طيب لو ما اخذها لو ما اخذها معناها عبد الله معناها فؤاد عبد الله قال لجمهوره لا تصوتوا متعب رقعان لاني انا خارج منافسه بيض الله وجهك بيض الله وجهك نعم هذا صحيح انا رشح على كيفك والله يا ابو حنزي الله اكبر انا بقول لك يا ابو حنزي انا رشحت متعب رقعان لانه البديل بدل فؤاد نعم هو البديل طيب ولكن المنافس الحقيقي زياد بن شري اتفق طيب اذا ما اخذها متعب الرقعان هي جاوبني انت ابشر على خشمي هاجل جمهور فؤاد قالوا لا اذا ما اخذها فؤاد ما احنا مصوتين بالرقعان نعم. وكيف كيف كيف واضحه كيف فؤاد كيف تواصل مع جمهوره ما تواصل هم بديهيا تلقائيا قالوا ما فؤاد المنافسه احنا مصوتين بديهيا كيف ابو مناحي جمهورهم واحد دقيقة بخدمك نايف الأكل وبي في ثلاث حلقات ثنتين في البرنامج الماضي وواحدة في البرنامج هذا صرح الناقد الفاضل والشاعر ذو الوجه الحسن نايف الأكل وبي أن الجمهور الذي كان يدعم نايف الأكل وبي اتجه يدعم عادل هيف إلى الآن فهنا اتحاد الجمهور بين عادل هيف ونايف الأكلبي اتحاد بين فؤاد عبد الله متعب الرقعان بس انا بعد ما طلعت انا مثل متعب بالرقعان ما راح ارد بس نزلني في المنافسه الان انا اتحدى حساب القناه ينزل في السوشيال ميديا الان من الاكثر جماهيريه عادل ولا نايف الأكلبي واحد الجمهور واسمع ها وايام كتب واحد بنبين هو جمهور ولا جمهور والسابقين واسمع والخسران يعش الثاني القابله وانا من هذه اللحظه اطالب جمهوري انهم يصوتوا لعادل بن نايف عشان هذا في ذكاء وحنكه عبد الله القريني هذا انا اتوقع متعب او عبد الله القريني متعب من عبد الله متعب او عبد الله القريني لو اخذ عبد الله القريني في تردد وفيه انسحابيه فهو واضح انه ايش اخذ او صاد الموضوع لان اؤمن بعبد الله القريني لو اخذها تعلمون لماذا ليش عندما يشكك بالغير فسوف اشكك به وهو نعم. وهمي كالاخري يعني هو ان اخذها وهمي. يا ويله إيه؟ وان ما اخذها يا ويله يا سلام الله لا يبلانا شوف عبد الله القريني تلقاه الحين وش سوى لقى له ايميلات ما يدري وش الايميلات ويقول انا والله ما ادري يقول القريني اي بكم قال ب 3000 قال يلا انا بحولك الحين 3000 حول 3000 وخلاص ما ادري انا راح سناب ما يدري اهم شيء اني اخذ ايش فارس الجمهور هو شغل الايميلات والاليه كاب سناب
لا تدري ايش يقول ايه اليمينات فيها لخبطه يعني هو قد جرب بس ما من امور ما عرف لا ما مشت معه ولا عرف لا طيب يا جماعه قبل نختم نبغى نسحب من التاج بدايه من ابو نايف لازم نسحب بسم الله نسحب معنا اليوم يلا يا جماعه اللي يجهز ودي النايف انا ودي ان ابو نايف يعطيها لسالم عدي بحكم انه اول مره يشيد باسمه ويعلم انه نايم ذا الفتره فعطى سالم انتوا تاخذون سلاسل ولا بدون لا بدون سلاسل هذا وش هذا بسم الله الرحمن هذا وش توي يا جماعه انا طلبت قبل ساعه ونص بسم الله الرحمن الرحيم هلا والله يسلم صباح الخير صبوا عليه بالخير يا ربع لازم نصبي عليه لا والله احترام صبوا عليه بالخير ابو معدي صبحك الله بالخير يا ابو معدي والله ما اسمعك مرحبا ومسهلا صاح منه ابو معدي احنا طلبناك قبل ساعه ونص قالوا الجماعه مختفي او ما ندري وينه لا والله ماني مختبي كنت راقد قايم في البث من ظهر يا جعل جعل نوم العوافي ان شاء الله الله يعافي سالم عدي يعني احنا طلبناك بستفسر منك كذا استفسار فقط سلمت سالم عدي وينك عن الحدث اللي صار في فقره الغبوق والملاسنات والتشكيك وين سالم عدي القائد اللي يردهم واللي ينصحهم واللي يكف هالمشاكل والله ما عاد عرفنا هذا البرنامج احداثه مملوحه وكل شيء فيه مملوح يعني يلا نقول يلا يا ربك تقرب لنا الحفل الختامي عشان نروح لاهالينا عاد عقولنا فيروسنا يعني كيف مملوح وضح لي كلمه الحفل مملوح ايش معنى الكلام ذا اقول ان شاء الله الحفل ان شاء الله يقربونه يحاولون يقربونه لنا قبل ابراهيم الجاي لان خلاص حق انا نمشي على مشى انت قلت احداثه مملوحه يعني ايش معنى مملوحه ما عاد عرفنا لها يعني مهب مره واو ما ادرينا والله ايش الصح وايش الخويش ذا وايش ما ادرينا كيف الله قايل لنا يا ابو صنادع ارحب صباح الخير صباح النور محمود عشان ختم وايش فيك غايب من الساحه يا ابو صنادع والله موجود على الساحه يا اخويا ماشي ذي الفتره طافيه تنضوك ولا انت بصوب العرب وايش بلاك والله موجود على الساحه يا ابو حمود ولكن بقينا بالعشر ثمان او انت هولنا طيب مثل... يا ابو صنادع انا عندي سؤال والله يخص سالم معدي سام هل لك نظر ان شاء الله في المراكز ولا في الوجود على السجن النهائي ولا تقول كل واحد والله الكل حادث حديث كتب الله لنا نحن ناخذ لنا مركز بتشوفونا ان شاء الله وما كتب الله العزيمه والنيه وش وضعها ان شاء الله العزيمه لها قويه باذن الله والنيه مطيه حلوه اننا والله كرمنا نبغاه الله يوفقك يا ابو صنادع احنا فداك ارجع من الاول مشبب دور له في القريه يقولون المشبب انه زعلان عليك وانت زعلان على مشبب ما بقى راجع احد دور له غير ما خلى ارنب ولا خلى تيس ولا خلى كرت ولا وكلام قال والله بالعافيه الله يوفقه على كل حال ويدله الله يوفقك يا سالم شكرا لك يا سالم شكرا على مداخلتك الله يبيض وجهك جاهزين يا جماعه عشان في من رمو لزياد بن شري اول 100 من عادل بن هيف من رمو الى زياد بن شري ثاني 100 ابو مناحي عند مين عندك جاهز لا اله الا الله طيب مين اسم جديد في التاج في التاج يا سلام موجود هذا دل على التصاعد السريع يعني ممكن في شباب هنا من زمان ما سحبنا على اساميهم ولكن نقول تروح النقاط عبد الرحمن الفهري من رغد ثاني 100 لعبد الرحمن الفهري بالنسبه لي من محمد لفؤاد بن عبد الله ثالث 100 طيب ابو حمود واحد اخواني يقول لي وقف يلا يا جماعة وقف انت ها وقف لا ناصر بن هادي بن شافع اهل مري الصلف من آذار الله اكبر والاسم الله يكون وياكم شره طيب رابع 100 لناصر الصلف آدار. من آذار ابو عنزي توك تسحب عنزي طيب يلا يلا وقف ابو عنزي جاء على اعلان والله طيب للنجم والمبدع ونجم الجمهور الاول فؤاد بن عبد الله بن سعيد الحصنه من ايه من ايه 500 فؤاد بن عبد الله الحصنه شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المشاهده واتمنى ان احنا كنا اليوم وبالذات اليوم خفيفين لطيفين عليكم برفقة نقادنا وبرفقة الزميل والصديق عادل بن هيف شكرا لكم شكرا لكم نقادنا شكرا لك عادل كانت حلقة جميلة وكانت فقرة جميلة شكرا لكم لا هذا أول يوم وآخر يوم لا تكررها شكرا لكم
تصبحون على ألف خير.